مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاربعاء 25 سبتمبر. القمر اليوم مرافقنا من برج السرطان المائي. اجواء اليوم حلوه لمواليد الابراج المائيه، اكيد بترتاح كثير مواليد الابراج المائيه. القمر ببرج السرطان المائي الاقوى، السرطان ايضا عندنا الحوت وعندنا ايضا العقرب. بالدرجه الثانيه اكيد في عندنا مواليد برج الثور وعندنا مواليد برج العذراء. فكيف بده يكون هذا اليوم على جميع الابراج؟ البدايه مع برج الحمل، الجو متقلب، منه من الايام الرائعه. في عنا مربع مع برجكم، عنا مواجهه لبرجكم، الجو متقلب، المريخ ايضا بمربع مع برجكم، الامور بحاجه الى هدوء والى رواء اليوم لحتى يمرق هذا اليوم بهدوء وبسلام. بالنسبة لبرج الثور، اليوم جيد، اليوم حلو، اليوم سريع، سريع الإيقاع، الأجواء إيجابية، الأجواء سريعة، وفي نوع من تقدم. الخطوات يلي بتاخدوها على الأرجح رح تعطي نتيجة مميزة. كلكم محظوظين، خاصة يلي بده ياخد شوية تأثيرات مهمة من بلوتو، هي 19 أيار مايو. بالنسبة لبرج الجوزاء، جو جيد يتقدم. مولود برج الجوزاء، مولود برج الجوزاء، التأثيرات يلي أخدتوها ب اليومين اللي قطعوا كانوا رائعين. القمر ببرجكم مثلث، اجواء كتير مهمه، وبالتالي بعتبر مواليد برج الجوزاء اليوم بعدهم من الاقوى. ومنزيد عليها تاثيرات المشتري 12 13 حزيران يونيو، فعلا الجو عندكم مميز وممتاز. بالنسبه لبرج السرطان، وجود القمر ببرجكم بيعطيكم زخم كتير كبير، بيعطيكم قوه هائله لحتى تمشوا وتاخذوا معكم الكثير من الامور يلي الناس يمكن كانت خدمات او امور من هذا النوع تقدروا تساعدوا غيركم. اذا الاجواء مهمه جيده مناسبه جدا لمواليد برج السرطان، قدره جديده على تحمل الامور، وايضا باجلاء وبتشيلوا من دركم امور مش على ذوقكم. سوقوا على مهلكم، كونوا جدا حذرين. مواليد 3 4 5 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد، اليوم هو بطيء، الأمور بتهدأ، الأمور مش ماشية بالسرعة اللي انتو بدكن إياها، معليش هنالك بعض المطلوب منكم شوية هدوء ورواء لبينما يوصل الأمر لبرجكم. هي فترة خمول وركود بالنسبة للزمن للوقت، فيكون ضدكم إذا انتو تسرعتوا وفتوا بمشاريع صعبة بدها نوعية حظ ونوعية فعالية بهذا الوقت. هذا الوقت غير فعال، بالعكس قد يكون مخيب للأمل، كونوا جدا حذرين. بالنسبة لبرج العذراء، يوم جيد أكيد، إن كانت الشمس إن كان القمر، الأمور جيدة مفيدة جدا لألكم. في انفراج حلو، في تقدم حلو، وفي ناس بتحط إيدها بإيدكم. أجواء مهمة اشتغلوا عليها، ما رح تندموا بتاتا. بالنسبة لبرج الميزان، القمر بمربع مع برجكم من النقطة الأعلى، هذا ليس شيئا سلبيا، بالعكس في احتمال أنه تلاقوا حالكم فعلا مهمين لسبب أو لآخر. في مسؤوليات ما بتقدروا ترتكبوا خطأ، هلأ يعني كما بنقول نحن غلطة الشاطر بألف غلطة، لكن الجو ممتاز خاصة عن 14-15 أكتوبر. العقرب، الجو اليوم بيساعدك، بعرف انه صار لكم 4-5 ايام مزعوجين متضايقين، اليوم في جو مساعد، جو جيد، الجو حلو، وهنالك نوع من رغبه بتغيير جو، غيروا جو، لكن دائما بتأني وانتبهوا شو عم بصير من حولكم لحتى ما ترتكبوا خطأ، مش وقت الاخطاء هلا بتاتا، مع انه كوكب الزهره رح بيساعدكم مواليد 24 ل 26 اكتوبر. منروح لبرج القوس، انتهينا من معاكسة القمر لبرجكم، هنالك بعض الانفراج، بتحسوا حالكم وكأنه حمل تقيل عليكم وراح، فالأجواء جيدة وهنالك نوع من رؤية إيجابية أكثر للأمور. بعتبر مواليد برج القوس اليوم بيستحقوا إنه يرتاحوا وياخذوا نوع من فرصة لألون، فرصة حلوة وجيدة، اشتغلوا عليها بتحصلوا عليها. مواليد 13-14 ديسمبر فيها تكون محظوظة. بالنسبة لبرج الجدي، لا القمر مساعد ولا الشمس مساعدة، فكونوا حذرين، الأجواء متقلبة، حذري وحذرة، وقد تحمل مشكل أو ظروف أبدا مش مساعدة، رجاء كونوا جدا حذرين في هذا اليوم خاصة 19 كانون الثاني يناير.
أدلوا جولة بأس به وإن كثرت عليكم الانشغالات والنشاطات، لكن أخذتوا طاقة حلوة لما القمر كان ببرج الجوزاء، وبالتالي هذا يوم أنا بعتبره لا بأس به. حتى ولو لقيتوا حالكم بموقع تقيل بتقدروا تتقدموا وبتقدروا تحرسوا تقدم هائل. ما تنسوا أنه الشمس عم بتساعدكم من برج الميزان، وفي مثلث من المشتري معكم، لذلك تأثيرات رائعة خاصة عند مواليد، خلينا نشوف الأكثر حظا 10 و11 شباط فبراير. بنكمل مع برج الحوت. أكيد القمر بيساعد اليوم، بيشجع، بيقدم، ما بيأخر، بالعكس تماما. أنتم بأمس الحاجة لها القمر وتأثيراته، لأنها مشجعة جدا ومكافئة لألكم. يعني تعبكم ما بيروح ضيعان، بالعكس إذا اشتغلتوا من كل قلبكم رح تاخذوا يلي أنتم بدكم إياه. إذا مواليد برج الحوت اليوم هي نفحة أمل، نسمة أمل عندكم ياها اليوم حلوة. بختم مع مولود 25 سبتمبر يلي بانتظاره سنة، بعتبرها سنة كتير مهمة تحت الأضواء رح بتكونوا كل هذه السنة. في نجاح، في تقدم، وفي فرص ثمينة جدا لألكم لحتى ترتفعوا مرتبة. شو ما كنتوا عم تعملوا، شو بتعملوا بحياتكم اجتماعيا، دراسيا، ومهنيا، في عندكم تقدم وتغيير مفروض للأفضل. أتمنى يوم سعيد للجميع. إلى اللقاء. باي باي.